السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فيديو جديد وبارك عواشركم. اولا قبل ما نبدا معكم هذه الوصفه كنتمنى ان شاء الله تكون عليكم السنه الهجريه الجديده بالصحه والهنا، وكل وحده كنتمنى كل واحد اللي كيشاهد معايا الفيديو كنتمنى ليه سنه هجريه سعيده مليئه بكل ما يتمنى كل وحده، وكل واحد كيتمنى شي حاجه في خاطره ربي يرزقه ان شاء الله، وتدخل عليكم هاد السنه بالهنا والتيسير والصحيحه يا ربي امين. والله يرحم والدينا والديكم جميع اموات المسلمين في هذه الايام المباركه. ضروري نديرو شويه الباروك في عاشوره من المملحات، من فقيقسات، كل واحد شنو كيبغي وعائلته. هنا واحد صراحه واحد المملحات كيجيو رائعين بمكونات بسيطه كما لاحظتوا معايا، دايره 50 غرام ديال الزبده، معها جوج معالق ديال الزيت، معلقه ديال الموطارد، جوج حبات ديال الفرماج كما كانوا، مليحه شويه ديال بودر ديال الثومه، وديك البصله اللي هي مجففه، وشويه البزار. وهنايا درت جوج معالق كبار ديال الياغورت مسوس. هنا الاخوات ما غنستعملوش، الاخوات اللي ما عندهمش الياغورت يقدروا يعوضوا بشويه الحليب. وغادي ندير واحد صفرة البيض. بالنسبه للزبده تقدروا ديروا الزبده الحيوانيه او الزبده البواطه بجوجهم، فايتلي واش جربتهم كيجيو مقرمشين وكيجيو رائعين. هاد المكونات نخلطوهم مزيان حتى ترجع لينا بحال الكريمه. هنايا بالنسبه للثومه بودر اللي ما عندهاش دير واحد جوج دروسه ديال الثومه، دائما ما نصعبوش الوصفات، راه تقدروا تعوضوا بشي حاجه طريه شي حاجه مجففه. وهنا ما كاين ما احسن من اليد باش نحس ان الزبده تخدمت ليا مزيان، وداك الفرماج فركته مزيان حتى حسيت بالفرماج ان داب ليا ولا تخلط ليا مزيان مع الزبده. وهنايا غادي نحتاج واحد نص باكيه ديال 7 غرام ولا 8 غرام ديال الخميره الحلويات. وغادي نبداو نزيدو الطحين حتى تجمع لينا العجينه. العجينه ما تدلكوهاش باش تجي هكاك مرمله بحال صابلي، كيجينا مقرمشين، ما تدلكوهاش، مجرد انها تجمع لكم كما كتلاحظوا معايا، والزبد والعجينه طريه صافي. هنايا بالنسبه للمناسبات الاخوات خدموا باللي عندكم. انا درت معكم الفيديو داكشي اللي خدمت في الدار وداكشي المكونات اللي عندي. هنا درت قسمت على ثلاثة، درت كميه قليله، هنا البافو وهنا الهريسه وشويه المركز ديال الطماطم، والاولاني درت فيه الزعتر. هنا بالنسبه للكميه اللي بغيتو تخدموها راه كتزيدوا المنسمات. هنا نسيت الخرقوم البلدي، زدتو في هذاك ديال البافو صافي. هنا مجرد انني لعبت بالالوان عجينه وحده، وغادي نخرجوا منهم مملحات او قريشلات او كما كتسميوهم. ضروري نديروا شي باروك في هذه المناسبه ديال عاشوراء ولو بالقليل على حسب كل واحد وافراد العائله. خدمت معكم كميه قليله، تقدروا تضاعفوا الكميه الا بغيتوا كميه كثيره. مجرد فكره سهله مهله، ما غاديش تاخذ مني وقت. كتعرفوا مع هذا الصهد ما كنقدوش على ديك الوقفات الكوزينه ولا الفران. درت معكم طريقه اسهل ما يكون في الفقيقسات او في المملحات. هنا خدمت معكم هذوك الحبيبات ولا هذوك اللي كورتهم دغيا، والبقيه العجينه غادي ندير واحد الطريقه اللي ما غاديش نوقف ونبدا نقطع بشويه بشويه. كتاخذوها كتطلقوها كما واضح عندكم في الفيديو، كتطلقوها على الورق ديال الفران اللي كيدخل الفران، باش ملي كتجيو تهزوها هزه واحده صافي. انا كنقطعوا الجوانب، ودوك الجوانب ما كنرميهمش، كنحاول نكورهم بحال داك الشكل الاولاني كنحطهم في اللاطه. وهنا الاشكال اللي هما ساهلين ماهلين، الاولاني شفتو درت مربعات، والثاني غادي نديرو على شكل هكا الاصابع. تقدروا تصغروا وتكبروا الاصابع ولا الاشكال اللي بغيتو نتوما، كيجيو رائعين. حاولوا غير ترققوا العجينه ما تجيكمش غليظه. والشكل الثالث حتى هو غادي نديروه على شكل مثلث، هذا ديال الزعتر. تقدروا تضيفوا الزيتون، تقدروا تضيفوا الفرماج، فرماج حمر، اي مكونات تقدروا تزينوا بهم او تخليهم كما خليتهم انايا. هذا ديال الزعتر غادي نزيد عليه غير الزنجلان الابيض والكحل هو اللي غادي نزين به صافي. هذه الطريقه الا بغيتوا تسربيو جوج اشرطه تجمعوهم دقه واحده، وتبعوا معايا غير الفيديو، راه كيخرج لكم مثلثات بطريقه سهله وسريعه صافي. هنا حنا قطعنا دغيا
تقدروا ديروا كميه كثيره، تطلقوا ديك العجينه كلها في واحد الورق كبير وتقطعوها بالاشكال. راهي الا طابت راه كتفرتت بوحدها، ما تحتاجوش انكم تقطعوا ولا تحلوها ولا تفكوها، خليوها هكا صافي. خديت بيض البيض دهنت به باش يتشد ليا هاد السنجلان، صافي خلطت داك الكميه اللي غادي نحتاج لهاد العجينه، صافي نحاولوا نزينوها ولا نخليوها كما هي. الا ما عندكم شي حاجه راه تقدروا تستغنوا عليها، مجرد تزيين. صراحه جاو مقرملين، جاو بنان. صافي هنا غادي نهز داك الورق ونحطو مع اللاطه باش نثبتهم. انا غير بركت عليهم بالمدلك باش نثبت داك الزنجلان ما يطيحش ليا في الطياب باش يشد. صافي هنا كما شفتوا معايا اشكال زوينه سريعه، وبالاخص ما كتوقفيش مده طويله، وانا صراحه من داك النوع اللي ما كنبغيش نوقف على الحاجه مده طويله كتعياي. ومهم وقفه الكوزينه حنا كاع العيالات عارفينها. صافي دخلتهم الفران. طريقه الطياب ضروري تكون العافيه ناقصه باش يجيكم قرملين، ما يخطفوش لكم الطياب ويجيكم بحال معجنين من الداخل، وما تتكونش ديك القرمشه. خليو الفران يكون سخون ملي كتدخلوه، نقصوا بحال الشكل ديال صابلي، وخليو داك العافيه متوسطه، وردوا البال بشويه بشويه تتحسوا بهم طابوا لكم من الداخل مزيان، باش الا خرجتوهمش ما يجيوش لاويين، يجيو مقرمشين كما كتشوفوا. هنايا كما شفتوا راه دغيا كيتفكوا، مجرد انكم كتمسوهم صافي كيتفكوا ساهلين. تقدروا ديروا كميه كثيره في رمشه عين، كتطلقوها كلها في داك الورق وكتقطعوا بالجراره الاشكال اللي بغيتوا. تقدروا ديروا القطاعه ديال البوشون ديال شي قرعه يخرجوا لكم دائريين كما بغيتوا. وهانتوما ضروري انكم تحطوا شي حاجه في هاد العشوره، شي حاجه المملحه وشي طريجه باش نديروا الاجواء ديال العشوره. الله يدوم علينا الافراح. الحمد لله حنا في المغرب من عواشر العواشر، العيد الكبير، العواشر، عشوره، الحمد لله. الله يديم علينا وعليكم الافراح والهنا في ديوركم يا ربي امين. والاجواء ديال عشوره كما شفتوا الطريجات اللي كانوا عندي حطيتهم ما كايناش شي طريجه كبيره باش نديروا عليها الاجواء ان شاء الله. ضروري نقطع لكم شي وحدين ولا تسمعوا ديك القرمشه اللي كتجي فيهم. اشكال بسيطه ولكن صراحه جاو بنان. وبالنسبه للهريسه ردوا البال الا كانوا عندكم الوليدات صغار، نقصوا من داك الهريسه وتقدروا تعوضوها بالتحميره باش يعطيكم اللون، وما تكونش العجينه غليظه. هنا ضروري نقرب لكم ونخلي الصوت باش تسمعوا ديك القرمشه، كيجيو رائعين بنان، كيجيو مرملين. حتى هاد الاشكال البسيطه كيجيو بحال دوك القريشلات الحلوين اللي تيكونوا بالزنجلان، حتى هما كيجيو زوينين مالحين. ما بغيتوش ديك الطريقه تكورهم، تقدروا تطلقوا العجينه وتقطعوا مربعات صغار، ولا تخلي وليداتكم الا معكم وليداتكم دابا العطله كل واحد يدير شي شكل كيعجبو. حتى هاد الطريقه كيدخلوا معنا الاجواء وكيعجبهم الحال. كما شفتوا معايا راه كيجيو مرملين زوينين، مقادير بساط. وغادي ديروا واحد الكميه اللي عنده العائله ولا جايين عنده حبابه، راه طريقه سهله واقتصاديه، راه ما توجدوا تعمروا القراعي ان شاء الله. كنتمنى الفيديو يعجبكم ان شاء الله وتوجدوهم في هاد عشوره. كنتمنى لكم الهنا، وكنتمنى تدخل عليكم السنه الهجريه بكل ما كتمناو، بالصحيحه والرزق والتيسير يا ربي امين. كنتمنى الفيديو يعجبكم، الى عجبكم بارطاجيوه مع احبابكم ان شاء الله لتعم الفائده. ودائما في اشياء بسيطه ومقادير بساط، ما نبقاوش بلاش، نديروا الباروك ان شاء الله. الى فيديو اخر، خلي لكم الصحه والهنا، الى اللقاء.